لقاءات أعمال دورية مشتركة أجراها منتدى رؤساء المؤسسات خلال الفترة الأخيرة مع عدد من الدول، كانت على شكل اجتماعات تقييمية لدورات سابقة. وكان على رأس هذه اللقاءات اللقاء الذي جمعهم بداية فيفريل الفارط مع حركة الشركات الفرنسية ميداف. Forum d'affaires qui consacre la signature de l'accord portant création du Conseil d'affaires algéro-français. Encore une fois, j'espère qu'il y aura un avant cette délégation et un après cette délégation. Nous avons Chaussade qui est là, Jean-Michel Chaussade a été nommé récemment patron du club des chefs d'entreprise France-Algérie. اللقاء ما بين منتدى رؤساء المؤسسات والباترون الميداف الفرنسي اللي هو اقوى ممثل لشركات الاقتصاديه في فرنسا. اللقاء تاع اليوم لا كوبيراسيون الجيرو فرونسيز يعني هي مشاركه من جهه مشاركه تقييم ومن جهه مشاركه تطبيع علاقات. وكان لقاء آخر مع الكنديين، وهذا بعد أقل من عام من لقاء جمع الطرفين بموريال. Aujourd'hui nous avons reçu avec nos amis de CDCR une très forte délégation canadienne constituée de plusieurs hommes d'affaires et de femmes d'affaires. On a témoigné ce matin qu'il y a des opportunités fortes pour les compagnies canadiennes de venir ici en Algérie dans quelques secteurs. ولعل أهم لقاء جمع منتدى رؤساء المؤسسات بنظرائهم رجال الأعمال الدنماركيين، حيث أثمر هذا اللقاء بالتوقيع على عدة اتفاقيات بين الطرفين. We have had a long-lasting friendship with our sister organization FCE here, and they have been very helpful to us. And very good at helping Danish businesses out to find the right partners here in Algeria. هذه فرصة لنا احنا كمتعاملين اقتصاديين وكمندوب ولاية تبسة، جتنا الفرصة باش نتلاقاو مع رجال الأعمال الدنماركيين لفتح مجال جديد في المشاركة في البارتنرية وفي كذلك في جميع المجالات. بعد عامين من الحراك الاقتصادي المشترك مع عدد من الدول، يحضر منتدى رؤساء المؤسسات لحوصلة عامة عن شراكاته مع الأجانب، وهو ما تعول عليه أكبر هيئة باترونا في الجزائر من أجل تنويع الاقتصاد الوطني.